السلام عليكم. إيران تستدعي السفير الصيني بسبب إدراج قضية الجزر الثلاث بين القمة الخليجية الصينية. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى مقر وزارة الخارجية للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ومفاوضات الاتفاق النووي. وقال كنعاني في بيان: تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية، وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني. من جانبه قال السفير الصيني لدى طهران وفق البيان إن بلاده تحترم السلام الإقليمي لإيران، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض كانت تهدف إلى المساعدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.